طبعا في بداية الحلقة أخ مكرم احنا تكلمنا عن المتشككين والباحثين، والبعض منهم يمكن بيدرس عن إخلاص، ولكن علم الآثار أو علم النقوش والاكتشافات، وانت ذكرت عينة بشكل سريع، فإذا بتهدم نظريات المتشككين. نعم، هذا الشيء واضح تماما. أنا يعني اسمح لي أقتبس آيتين هيك أجمعهم مع بعض من الكتاب المقدس حتى تكون هي يعني علامة فارقة في قلوب ناس كتير بيدوروا ولكن مش بإخلاص. خلينا نسمع مثلا كلمة الكتاب المقدس لما بيجي بيقول في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت. نعم. طيب شو مشورة الرب؟ قال الرب عظيم في المشورة وقادر في العمل. يعني مشورة الرب إن كان أنت بدك تدور عليها، دور على فكرة الرب، هل الأمور اللي عم نحكيها صحيحة أو غير صحيحة؟ الرب نفسه رح يلمس قلبك، رح يوضح لك الصح من الكذب. وهذا الشيء اللي تفضلت عليه بالفعل، يعني اكتشافات كتابات بلغات، أصالة ومصداقية الكتاب قدامنا، نصوصه، إن كان يعني واحد عم يكتب عن شخص معين، بيلاطس بيبعت ل أو هيرودس بيبعت لحدا أو تيبارس بيبعت لهيرودس، هذا معناه إنه هذا يعني إشي أوثنتيك، إشي يعني واقعي، كتب بهدف تمجيد أنفسهم أو تمجيدهم لبعضهم البعض. لكن بالنسبة لنا هذا الشيء بيدل إنه هذا مش مزيف. وطبعا لازم نلاحظ شغلة مهمة، إن كان في أسماء فيها اختلافات هذا بسبب اختلاف الحروف، طريقة اللفظ في اللغات المختلفة. يعني لما تنقل الكلمة من شخص لشخص، يعني احنا لما منقول مثلا يعني صفا أو كيفا أو كيفا، مثلا اسم الأرامي تبع بطرس، أو بطرس لما منقول له بيتروس في اليوناني يختلف، لكن هو نفس الاسم. يعني بطرس باليوناني، سمعان اللي هو شمعون بالعبراني. فهي النقط على الحروف يعني هي بتتغير من لغة للغة. وأنا يعني شرحت في البداية عن الاختلاف اللغوي من 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 لغة للغة في الكتابات. فيعني حتى برضو هاي مش حجة لأي واحد متشكك، لا، إن كانك أنت متشكك افحص بحيادية وافحص من القلب، اطلب من الله يوجهك ويقول لك، هو يوجهك، هو عظيم في المشورة يشير عليك وقادر في العمل، قادر يقلب قلبك من قلب حجري مثل الحجارة اللي حكينا عنها لقلب لحمي بيحب الله وبيقبل كلام الله وبيقدر انه هو يستوعب بالفعل انه هذا إلي، مش مهم ايش خلفيتي، ان كان الله كشف لك الحق الليلة من خلال كتابات أثرية أمين. إن كان استخدم واحد ضعيف مثلي حتى يوصل لك هذا، لأنه يعني يمكن أنت كنت بحاجة لأنه تسمعه، والرب يبارك ويفتح القلوب لمجد الرب يسوع. وحبيت يعني في الختام أنك أنت كتبت أنه علم النقوش أو علم الأثار هو علم حيادي، يعني مش مجموعة عم بتحاول تبرهن شيء عشان تثبت مثلاً نظريتها أو كتابها، ولكن هذا علم، هو علم أصلا، ساينس، علم حيادي. ولكن شاءت العناية أنه كل هذه الاكتشافات من الأسماء، من الحجارة، من النقوش، من البرد، من كل الأسماء اللي ذكرت يعني موجودة في الكتاب المقدس. وحبيت يعني مثل ما ذكرت في الختام إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. لما بتروح على كفرنحوم، بتروح على أفسس، بتروح على كورنثوس القديمة، لما بتروح على مناطق اللي فيها الحفريات والاكتشافات، فعلا بتشوف إنه الحجارة بتتكلم.